السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حضرتنا على الانتروبي. الانتروبي هو أيضا واحدة من التطبيقات المهمة أو المعاملات المهمة في القانون الثاني الثيرموداينامكس، وهذا يعني يمثل لي شغلات اللي هي الريفرسبل، هي عشوائية النظام، وهي عملية لا عكسية. ممكن هاي استخدمها، يعني هي فعليه، يعني تكون بالهيت انجن او في شيء، يعني اللي هو راح يكون الاوبريتنج سيستم مالته. بالاوبريتنج سيستم مثلا الافشنسي، كفاءه الاداء تكون قليله مقارنه بالمثاليه. فاحنا من الشغلات المهمه اللي تفيدنا بيه انه عندنا كلاوسيوس انيكواليتي، معادلة أو متراجحة كلاوسيوس اللي تمثل لي التكامل الكلي بالنسبة لمشتقة الكيو، يعني الحرارة بالنسبة للزمن تكون أكبر أو أقل أو تساوي صفر. أنا اللي يهمني هذا القانون. طبعا نشوف هسه هنا الانتروبي هو شنو. عندي البروبرتي اوف سيستم يعني يمثل لي حالة العشوائية النظام اللي هي عكس المثالية. عشوائية النظام كلمة يكون بعيد عن المثالية، هاي العشوائية تسمى، وهي تجي بمعنى انه الاس، الاس معناها كلمة انتروبي، والدلتا اس تمثل لي اس 2 ناقصا اس 1 تكامل بين الواحد الى 2 دي اكس مشتقة الكيو عفوا على التي. ونلاحظ هذا الشيء بالرسم الفيجر هذا الموجود قدامنا، انه اني راح يصير عندي بين النقطة 1 الى 2 في حالة المثالية راح تكون هذه، والغير مثالية تكون متقطعة بين الواحد والى اثنين. فاللي يهمني من عند هذا كله انه أنا احتاج اعرف انه الدلتا اس ممكن تصير تكامل، ونتيجة التكامل يوصلني كيو على تي، وتي درجة الحرارة خلينا نقول المحيطة او درجة الحرارة الستاندرد. لاحظ هنا مثال، هذا المثال شو يقول هنا؟ piston cylinder device contains a liquid vapor، عندي بخار، خليط من المي والبخار بدرجة حرارة 300 كلفن during a constant pressure process 750 درجة حرارة. الضغط هنا ثابت، فدائما بالبستم احنا قلنا انه الضغط يكون ثابت، معناها isobaric، فالحجم يكون متغير. 750 كيلو جول of heat is transferred، انتقلت إلى المي. فبهالحالة أنا صار عندي قسم من هذا المي اتبخر. Determine the entropy change، التغيير اللي صار في حالة الانتروبي. الانتروبي طبعا موجود عندكم بجداول البخار أيضا، تشوفون الانتروبي مكتوب الاس. شلون عندنا قبل مثلا احنا ماخذين سابقا ال H وماخذين ال U وماخذين ال specific volume ال V، هنا انا عندي ال S ايضا موجود، الانتروبي SG وS F بنفس الوقت موجود بالجداول، تشوفوا تنتبهون عليها. فبما انه انا عندي هنا أنا راح يصير يريد من عندي إيش قد هو شنو الانتروبي تشينج. الانتروبي تشينج عندي راح يمثل لي شنو الدلتا اس، ما منطيني معلومات كافية بس منطيني عندي كيو ومنطيني تي درجة الحرارة. فلهذا رسن أقول الانتروبي السيستم ايزوثيرمال ثبوت درجة الحرارة، الكيو على التي تمثل لي الكيو موجودة عندي قيمتها منطيني اياها 750 على التي درجة الحرارة اللي هي بالكلفن، فأقدر أطلع على 2.5 كيلو جول على كلفن. دلتا S هي تمثل لي S2 ناقصا S1، هي تمثل لي الانتروبي تشينج بين السيستم ولا. فلهذا أنا دائما شاعتبر هنا اللي يهمني من هذا كله هذا القانون القبلة اللي هو Q على T، والدلتا S للسيستم تمثل لي S2 ناقصا S1. فنلاحظ انه تمثل لي تكامل مشتقة الكيو على التي زاد الاس جنريتد. وبما انه انا عندي دلتا اس اذا كان عندي isolated فمعناها دلتا اس راح تصير عندي تساوي اكبر او تساوي صفر.
معزولة حرارياً فتصير أكبر وتساوي صفر. فلهذا أنا المعادلة مالتي النهائية راح تكون S generated تساوي دلتا S2. S generated يعني الانتروبي المتجدد أو المتكون مثل دلتا S total الكلي يساوي دلتا S للسيستم زائد دلتا S surrounding. لازم الرقم يصير أكبر أو يساوي صفر. وإذا سوينا عليه تيست إذا كانت قيمة الـ S generated النهائية اللي تطلع عندي هنا زين إنه هي أكبر من الصفر فهي irreversible تعتبر حقيقية. وإذا الـ S تعتبر صفر فهي irreversible، وإذا أقل من الصفر فهي حالة مستحيلة تكون، لأنه الحالة المثالية مستحيل، العشوائية يعني الحقيقية تكون مستحيل إنه تكون أقل من الحقيقية المثالية عفوا. هنا اكو سؤال، طبعا انا حاولت اكبسهن بورقة واحدة على مود تكون شوية واضحة عندنا. هذا السؤال مهم. هيت سورس منطيني المصدر مع الحرارة ب 800 كلفن يفقد حرارة مقدار 2000 كيلو جول، يعني سالب الكيو راح يصير عندي بالسالب. وفهيت تو السينك منطيني السينك اذا كانت درجة حرارته 500 وإذا كانت مرة درجة حرارته 750. هو دخل من السورس 800 وبالسينك طلع لي مرة 500 ومرة طلع لي 750. فسيقول لي إيجاد الهيت ترانسفير بروسيس إز مور إيرفيرسبل. يا واحد منهم إذا كان الهيت سينك درجة حرارته 500 أو كانت درجة حرارته 750 فهنا يقول لي إز مور إيرفيرسبل. يا أخو منهم زين يعني أكثر عشوائية خلينا نقول أو أكثر يميل للحقيقية. heat transferred from source to two heat sinks يعني راح هو source واحد ثابت هو درجة حرارته 800 زين ويفقد مقدار 2000 كيلو جول. فهسه لازم أنا شو أسوي؟ فراح أبدي هسه أنا راح أحسب الانتروبي تشينج. دلتا S راح يمثل لي Q source على ال T surround source المحيط يعني درجة حرارته، قال لي فقدان صار مقدار 2000 سالب 2000 على من على درجة الحرارة اللي منطيني اياها بالمحيط اللي هي 800 فطلعت قيمته سالب 2.5. وبالنسبة لدلتا S sink راح تمثل لي Q على T زين في حالة انه السيستم فقد حرارة السورس المصدر الحراري وفقد حرارة ان من راح للسينك. فالسينك هو اكتسب الحرارة اللي هي كانت شكد 2000 فاكتسبها صارت إشارة موجبة على من على 500 لأن هو قال لي أنا السينك مالتي درجة حرارته 500 طلعت قيمته 4. فدلتا S generated شو راح يمثل لي التوتال اللي هو السورس زائد السينك فطلعت نتيجة إنه أجمع هذا جمع جبري راح يطلع عندي 1.5 عندي كيلو جول على كيلفين of entropy is generated during this process. زين في حالة انه انا راح اعيد نفس العملية بس شنو عندي مكان اما اخذ 500 راح اخذ 750 راح اعيد نفس الشيء فطلعت عندي قيمة بهالشكل 2.5 ب 2.7. فاخذ الدلتا S السورس مالتي او يعني الفاينل التوتال اني جنريتد مثل السورس زائد السينك فطلعت قيمته 0.2. فمعناها بهالحالة أول واحد طلعت قيمته شكيت طلعت عنده 1.5 هسه 1.2. فهنا معناها أنا عندي بالبوينت 2 الحالة B يعني من كان 750 is smaller أقل طلعت قيمته عن 1.5 فلذلك هو أقل يعني مثالية خلينا نقول أقل حقيقية أقل من حقيقية. زين وهكذا ينحل السؤال. طبعا هو موجود عندكم بالملزمة اللي منطيتكم اياها سابقا تقدرون من هناك ما تقلبوا وتشوفوا موجود نفس السؤال. عندنا هاي رسومات مهمة ممكن تجيكم بالمناقشات مثلا تعاريف وشغلات فهاي تنحفظ لازم. عندي entropy change of pure substance المادة النقية نفس الطريقة اللي أنا دا أخذ كنت قبل بين ال T وال V أو بين ال P والفي زين فكان يطلع لي نفس الشكل. هذا هنا أنا compressed liquid هنا أنا saturated liquid هنا أنا saturated liquid vapor mixture هنا أنا superheated هنا أنا saturated vapor
هم نفس الشيء الريجنز راح تكون هنا أنا موجودة عندي، اللي بالنص راح تكون عندي شيء تمثل لي الاس اللي هي منو، تمثل لي الاس اف زائد اكس 2 في الاس اف جي. تذكرون سابقا من اخذنا الافرج، من قلنا يو افرج وال في افرج والاتش افرج، انه يمثل لي الشيء مثل لي ال في اف زائد اكس في الـ VFG، والإكس هاي تمثل لي كسر الجفاف أو الكواليتي. بالرسم الثاني عندي هذا العلاقة موجودة ما بين الـ T وما بين الـ S. زين، فنلاحظ هنا الرسم راح يكون بالنسبة لهاي الحالة إنه pure substance راح تكون عندي للمي، هذا راح نأخذه إنه من نفس الشيء هذا الرسم السابق الحين الرسم، فراح يصير عندي هنا الـ specific volume مختلفة هنا. زين، في حالة إنه أنا عندي بيور للماء بدنا نأخذ هذا سكند لو. زين، وهذا الشيء موجود، الشرح مالته أيضا موجود هنا وبالملزمة. هذا هاي رسومات مطلوبة من عندكم إذا جبتي عندكم تعاريف. أوكي، نباوع بالبروبرتي دايجرام. في حالة إنه أنا عندي للإنتروبي، أعرف في حالة إنه الأريا أندر كيرف راح تصير عندي، في حالة إنه أني عندي شنو القانون مالتي راح يصير، إن كيو اللي كيو إنترنال ريفرسيبل يعني المعادلة تكون إنترنال ريفرسيبل، تي في الدي إس، فراح يصير عندي المعادلة تكامل تي في الدي إس، فبين النقطة واحد وبين النقطة اثنين هاي واحد وهاي نقطة اثنين، فهاي كأن راح نأخذ شريحة. زين، نرسم مساحة تحت المنحني، هاي المساحة تحت المنحني هي شو تمثل لي؟ تمثل لي قيمة الكيو، هاي تمثل لي قيمة الكيو مثل ما نشوف. هاي المعادلة أيضا مهمة جدا، هاي أيضا كرسم تنحفظ. في حالة أنه أنا عندي isentropic process، الisentropic process شو معناها؟ أنه حالة الاس تكون ثابتة، الاس تكون ثابتة، يعني راح يصير عندي الايزوباريك قلنا عليها سابقا حكيتها وعيدها مرتلخة ومطلوبة أيضا. الايزوباريك شنو؟ ثبوت الضغط. عندي ايزوثيرمال ثبوت درجة الحرارة، والأدياباتيك العزل الحراري معزول حراريا، والايزنتروبيك بروسيس هذه معناها راح يصير عندي S1 تساوي S2، فراح يصير عندي معادلة عدلة، فS1 تساوي S2 العلاقة بين T والS. عندنا ثالث واحدة موجودة تكون بالرسم في الملزمة أيضا موجودة مذكورة، وتشبه الرسم السابق اللي هو يشبه هذا. زين، أنه أرسم العلاقة بين T والS. زين، في حالة أنه أنا عندي مواد مختلفة نباوع السهنانة بالسايكلز، عندي بالمعادلات الريفريجريشن سايكل. طبعا احنا طبعاً العفو اللي صار هسه احنا هذا الفصل كملنا، ما راح اجيب لكم فتشي خارج الأسئلة الموجودة عندكم بالملزمة. اوكي، الانتروبي هو عشوائية النظام عكس المثالي. زين، وقوانينه هو التكامل، الاس راح يصير الاس يساوي لي كيو دلتا على تي. زين، وهاي المنحنيات مهمة جدا عندنا بيها. فهذا الفصل اختصرته وعطيتكم هاي المعلومات، واكو بي أسئلة محلولة بالملزمة، هي تقريبا نفس الأسئلة الموجودة عندنا هسه منزلت لكم اياها بالمحاضرة. نباوع هسه هنا فصل آخر اللي هو يسموه refrigeration cycle. اوكي، عندي احنا سابقا اخذنا من أخذنا قلنا عندنا heat engine و heat pump، وعندنا refrigeration cycle يعني دوائر التثليج. دوائر التثليج ممكن تشمل الثلاجة، ممكن تشمل ال air condition، عندك السبلت، يعني مهم إنه refrigeration cycle نستخدم به غاز الفريون أو غازات أخرى اللي هي بحيث تكون منخفضة درجة الحرارة تصير بالسالب ال T critical لها، فلهذا هي تبرد، يعني في هذا نستخدمه بعملية التبريد. ما أخذها سابقا من أخذنا كارنوت سايكل وغيرها، فقلنا كفاءة الأداء هي تمثل لي الـ QL على W net، وبالنسبة للهيت بامب اعتبرناها QH على W net.
فأني بهذه الحالة أنا أقدر أحسب كفاءة الأداء اللي يهمني من هاي الماكينة الحرارية والهيت بامب والريفريجريتر، إنه أعرف كفاءة الأداء مالتي، هل إنه كفاءة الأداء جيدة، وأنا من دا أشتري هذا السبلت ودا أشتري هاي الثلاجة أو المجمدة، كفاءة الأداء مالتها يكون جيد لو لا. إحنا أنا نشوف الرسم هذا كلش 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 مهم في دوائر التثليج، انه انا عندي هذا الرسم من اجيب لكم سؤال، وان شاء الله اجيب لكم من عنده سؤال، انه انا عندي دائرة التثليج راح يصير يروح للكمبرسر، الغاز ينكبس يروح للكوندنسر، الكوندنسر ايش راح يصير بيه؟ مكثف يعني هنا، فايش راح يصير؟ الحرارة تطلع من عنده تروح للمحيط او اي مكان اخر. هذا ايش راح يصير؟ راح يجي هو مكبوس، و درجة حرارته تكون منخفضة، ايش راح يصير بيه؟ يروح الاكسبانشن فالف، راح الاكسبانشن فالف، زين اكسبانشن فالف اللي الماوس عندي مضايق، اي الاكسبانشن فالف هنا يروح النقطة رقم ثلاثة، رقم ثلاثة راح ايش يصير باكسبانشن فالف؟ صمام خنق، فايش يصير بيه؟ من مكان ضيق الى مكان مفتوح، فدرجة حرارته راح ترتفع، زين، وحجمه يكبر، فيروح الايفابوريتر المبخرة، وبعدين وراها راح عندي هذا راح يمثل لك الكيو ال اللي هو السينك، وهذا السورس، هذا قلنا الهيت بامب اتجاه الاسهم يصير بالعكس، هذا السورس راح يصير، وهذا راح يصير السينك عادي يعني، بس المؤشر مات ال شو اسمه المؤشر مات راح يصير بالعكس، راح يصير كيو اتش هنا يدخل، والكيو ال هنا راح نبرد بالتبريد، راح يصير هذا هالشكل. فإذا هذا كلش مهم، هذا الرسم جدا مهم، النقاط مهمة جدا، أحفظ رقم 1 2 3، هذه نقطة 1، هاي نقطة رقم 2، هاي نقطة رقم 3، هاي نقطة رقم 4. فإذا أنا لازم من راح أشتغل على الريفريجريشن سايكل اللي هو نفس هذا الرسم اللي يمنا موجود على جهة، وتشوفون هذا الشكل الكمبرسر الضغط من تضغط الغاز، زين، هو هذا نفسه، فأكو شغل منجز عليه، زين. فهذا إذا أنا عندي هذا راح يصير الرسم، هذا نفسه، هذا بس متمثل كسكيماتيك جراف، أوكي، رسم سكيماتيك. فهنا راح يصير عندي 2، هذا الواحد، هذا نفس الواحد، 2، بعدين 3، 3، بعدين 4، 4، بعدين يرجع للواحد. أكو حالات إنه يصير عندي حالة الـ ideal، وقسمة عندي مو حالة ideal. فالمهم إنه أنا عندي هاي النقاط لازم تنحفظ. من حددت النقاط الأريا مالتي، ذاك الوقت راح أبدي أشتغل على من، راح أشتغل مكان ما بهالشكل، راح أشتغل على من، على H الإنثالبي. فأنا مثلا هنا راح يصير عندي شي مثل لي من نقطة 1 إلى نقطة 2، راح أستخدم H1 و H2. بين النقطة 3 و4 عندي H2 ويا H3، بين النقطة 3 و4 expansion valve راح أشتغل شنو؟ H3 و H4، وبين الأربعة والواحد راح نشتغل بال H4 ويا ال H1. وهاي شلون راح تصير؟ كأنه بهالحالة أنا راح أخذ شغل المنجز W net يمثل لي شنو؟ هنا راح يمثل لي H1 ناقصا H2. زين، الشغل المنجز ما بين الـ QH بالنسبة للـ QH راح يصير H2 ناقصا H3، بين الـ expansion valve، زين، عندي H3 هو نفسه H4، لأن عندي هنا جينو isenthalpic، الـ isenthalpic يعني ثبوت الـ enthalpy هنا، زين، فراح يصير عندي بهالشكل. زين، راح يصير عندي ال H3 هو نفسه H4. نباوع هسه هنا إذا نرجع مرة أخرى على الشكل هذا، المشكلة هاي ما بدنا طلعت لي هسه، شلون نخلص منها؟ راح نشوف هنا نشوف هنا أنا عندي شنو كفاءة الأداء بالريفريجريتر، شي يمثل لي QL على W net، اللي QL شو تمثل لي؟
ال QL هذا أريد شلون أطفيها هذا ديليت ما يروح بالديليت. زين ال QL شي يمثل لي أسفة ال QL شي يمثل لي يمثل لي شنو ال QL الحمد لله ال QL يمثل لي هنا انه بين ال H4 وال H1 راح يصير عندي H1 ناقصا H4 H1 ناقصا H4 اللي هو يمثل لي ال QL. ال W net ال W net شي يمثل لي يمثل لي هذا واحد واثنين واحد واثنين اللي هو ايش راح يصير عندي H2 ناقصا H1. كفاءة الأداء مال heat pump ايش راح تصير عندي تمثل لي ال QH اللي هو هذا بين ال H2 ناقصا H3 على ال H2 ناقصا H1 نفسه. مدى يتحرك هذا دا حاولنا بعده مدى يتحرك عندي خلي نشوف هنا نشتغل بالكتير واحد يختفي عندي. نشوف هنا مثال المثال شي يقول refrigeration refrigerator uses refrigerant عندي احنا خلنا نفرض ان دا ناخذ R12 يعني and operates and operates بس لحظة was share اوكي هسه هنا ناخذ المثال يقول refrigerator uses refrigerant منطق احنا ناخذ R12 بسهوله as a working fluid and operates on ideal vapor compression refrigeration cycle. منطيني اني هذا الرسم نفسه اذا رسمه الجهاز القديم او هذا ناخذه يقول لي بين النقطه الرفريجريشن ساكي بين بوينت 14 وبوينت 8 هو عندي هنا الكمبرسر صاير بهالمكان الكمبرسر صاير بين هذول المكان. زين فهسا شي يسوي يقول ideal vapor compression. زين وبعدين ايش قايل منك if the mass flow rate of the refrigerant منطين الماس flow rate 0.05 كنا نرسم احنا بس مع انه انا سمي دا اقدر ارسم بيدي. زين فبهالحالة ايش راح نسوي نرسم الرسم عندي الماس فلورات مطنية يريد من عندي rate of heat removal من يقول لي heat removal وبالش اسمه بالثلاجة او دوائر التثليج ناخذ ال QL يعني يقصد ال QL ومن قال لي rate معناها عندي زمن. اوكي وهو فعلا منطيني زمن ماس فلورات منطيني ماس فلورات M dot منطيني قيمته 0.05 كيلوغرام بير سكند. فهذا ريت اوف ريموفال QL اريد من عندي والباور انبوت اللي اريد من عندي دبليو نت. زين والماي كومبريسر والريت اوف هيت ريجكشن تو انفايرمنت. زين ورايد من عندي كوفيشنت اوف بيرفورمانس الريفريجريتور رايد من عندي الكيو اتش ايضا ريت اوف هيت ريجكشن
احنا نعرف اسي هيت سينك وهيت سورس. احنا نجد يصير عندي ال QH هو ال rejection راح يصير لان يعني هو من ال من السينك دا يصعد ال دار التثليج دا تشتغل عندي من ال heat sink. سنبرا هنا أنا بهذا الرسم 1 2 3 4 1 فبين الواحد والاثنين يريد من عندي إيش قد الشغل المنجز، ويريد من عندي بين الاثنين والثلاثة إيش قد قيمة الـ QH، ويريد من عندي بين الـ QL بين الاثنين العفو بين الواحد والأربعة إيش قد قيمة الـ QL. فإذا أنا بهالحالة إيش راح أسوي؟ عندي هو أنت منطيني هو الضغط، منطيني ضغط هنا أنا وضغط هنا أنا. ضغط الأول بين بالنقطة رقم واحد P1 منطيني إياها قيمته 14.14 ميجا باسكال. إيش راح أسوي؟ أجيب هاي النقطة. إيش راح أسوي؟ راح أوجد قيمة ال يعني 0.14، راح أوجد قيمة شنو؟ راح أوجد قيمة ال H1 وال H2 على أساس إنه أنا عندي H1 هي النقطة رقم واحد. زين استخرج منها قيمة ال H1 اللي هي تمثل لي G هنا، هاي النقطة تمثل لي G. اوكي هاي النقطة تمثل لي G، فجيت اوجدت قيمة ال H1 وبنفس الوقت استخرجت ال S1 نفس من المعادلة من الجدول اللي عندنا جداول مات عندي شو اسمه غاز الفريون. اوكي اوجدتها، اجي منطين النقطة الثانية. النقطة الثانية ايش كانت؟ هي قال لي الضغط P2. ال P2 ايش قد مطيناها؟ 0.8. صعد من 0.14 ل 0.8. عند ال 0.8 انا عندي S1 هي نفسها S2. اوكي S1 نفسها S2 يعني ايزنتروبيك. هنا انا عندي شنو؟ الانتروبي ثابت بين ال S1 بين ال S2، اذا هي S1 نفسها هي S2 راح تنزل هنا. قدرت اوجد عند الضغط هذا وعند ال S هي قيمتها قد عرفت قيمة ال H2 نقطة رقم 2 عرفنا لها. أنا عندي بين النقطة 2 وبين النقطة 3 الضغط يكون ثابت ايزنبارك. بين 2 وبين 3 الضغط ثابت يعني ال P2 نفس ال P3. فراح أجي هنا راح أحسب من عند ال P3 لقيت قيمة ال H3. هاي النقطة رقم 3 تمثل لي ال F، النقطة رقم 1 تمثل لي G، هاي تمثل لي ال F. أوكي بين من التسقيط على الرسم. زين هاي تمثل لي ال F الجي عفوا، وهاي تمثل لي ال F. ماشي يعني 100% سائل. جيت أوجدت من خلاله إيش قد قيمة ال H3. من عرفت ال H3 راح أقدر أعرف ال H4 لأن هو وين دا يروح؟ يروح الإكسبانشن فالف. ف H4 نفس ال H3. زين راح أعرف من خلاله ال H4. زين من عرفت هذا الشيء أنا أوجدت الأتشات بكل النقاط، لأن لازم من البداية ينطيني احتياثيات النقطة رقم واحد أو احتياثيات النقطة رقم اثنين، ومن عنده راح أبدي أمشي خطوة خطوة. هسه بالواحد أنا عرفت قيمة منه عند النقطة رقم واحد، أنا عندي ضغط منطينية، فمن الضغط قدرت أوجد قيمة النقطة رقم واحد هي الH1، ومن عنده عرفت الS1. أنا عندي هذا isentropic. زين ال S1 نفسه S2، فإذا S2 عرفت له ومنطين الضغط فقدرت أوجد من خلاله منه النقطة H2. صار عندي H1 و H2 و S1 و S2. بالنهاية الضغط عندي P2 هو نفسه P3. أوكي ال P2 هو نفسه P3، فقدرت أوجد من خلاله قيمة منه هالمرة. وال يعني ال S2 عندي معلومة، فقدرت أنا من خلاله أوجد شنو هسه؟ هقدر أوجد ال H2 طبعا عرفت لها. بعدين أجي هنا ال P3 عندي معلومة أقدر أوجد ال H3. ما عرفت هذا الشيء وعن قلت لكم نحدد النقطة هذه وين صارت وقعت علي من على ال Saturated Liquid، فلهذا هاي النقطة F أقدر أوجد من خلالها أرقام اللي هي ال F. من عرفت هذا الشيء ذاك الوقت أروح على النقطة رقم 3 والنقطة 4 هي شو تمثل لي؟ احنا دا نعتبرها isentropic. أيضا isentropic يعني ال S ثابت، العفو ان الاتش هنا ثابت ايزنثالبيك بروسيس. فاني قدرت اوجد من خلاله ايش قد قيمه منه الاتش 3 وهي نفس الاتش 4. من عرفتها هذه راح اقدر هسه بالحاله اوجد بقيه الارقام. شلون
اجي هسه اريد من عنده، اريد من عندي هيت اوف هيت ريموفال، ذا ريت اوف هيت ريموفال اريد من عندي الكيو ال، هي بين من بين الاتش بين الواحد وبين الاربعه، فقدرت اني اوجد خلالها الاتش بين الواحد بين الاربعه ضربته في كتله زين طلعت قيمته. في حاله الدبليو ان هي بين الواحد وبين الاثنين، فلهذا ايضا راح اقدر اوجد الاتشات معلومه عندي. في حالة الـ QH أيضاً راح أقدر أوجد من دلالة الـ H2 والـ H3، هم أوجدتها كملتها. يبقى عندي شنو؟ عندي بالنسبة لي كفاءة الأداء لازم أني أوجدها. شو تمثل كفاءة الأداء؟ QL على WNET أقسمه واحد على الأخ وأقدر أوجده من خلاله قيمة كفاءة الأداء مات الثلاجة. نحل السؤال. طبعاً هاي الشروحات أكو جوا تقراها بسيطة ما بيها شيء، بس ما اريد اضيع الوقت. وهاي تكملته الشرح اللي يشرحها، يقول لك انه هيجي انه كفاءة الاداء كذا تزيد، وهذا الرسم مالته. يعني ممكن انت هذا الرسم ترسمه، انا اريد من عندك ترسم هذا الرسم وبنفس الوقت ترسم هذا الرسم، اوكي؟ هذا وهذا اثنين انتم ترسموهم بالسؤال، واكيد جاي لك سؤال من عنده لان لاحظتوا اني اتصلت بي زين، اوكي؟ هسه انتهى هذا السؤال. عندي هذا الـ Actual Vapor Compression Refrigeration Cycle، يقول الريفريجريتر هم أنا منطيني ريفريجريشن، منطيني الغاز، هم أنا غاز الفريون احنا ناخذ، اوكي R12 يعني ناخذ زين، قايل لي دا يدخل هسه هنا هو دا يحدد. اذا ما حدد لي بالسؤال مثل السؤال السابق، أني هذا أعتبره G وهذا أعتبره F، هذا isentropic S1 نفسه S2، وهنا isenthalpic H3 نفسه H4، وأقدر أحل السؤال. في حالة أنه أنا عندي الأكتوال، راح نشوف هنا دي يقول أنه غاز الفريون دي يدخل منطيني ضغط ومنطيني درجة حرارة وقال لي super heated vapor زين، منطيني معدل جريان ويطلع من الكمبرسر دخل ب 100.14 راح يطلع ب 0.8 ودرجة حرارة منطيني اياها 50. يعني اذا هاي تفاصيل منطيني اياها ما راح اقدر اشتغل مثل ذاك القبله زين، فيقول لي يروح الكوندنسر درجة حرارة منطيني اياها ومنطيني الضغط مالته وثروتلينج صار عندي وهاي كل التفاصيل، يعني منطيني نفس السؤال بس منطيني بي درجات حرارة ومنطيني ضغوط مختلفة زين، هاي كلها راح أقدر أني أحل السؤال ذاك عشان مثالي هذا يكون حقيقي. فنشوف الضغط كان أول شيء 0.14 بعدين صعد ال 0.8 بعدين throttled صار عندي 0.15 أوكي، من 0.8 صار عندي 0.15 يعني الضغط مالته نزل انخفض كلش ودرجة حرارته راح تصعد بهالشكل. فهنا شو يقول لك انه يريد من عندك rate of heat removal and QL يريد من عندي، ويريد من عندي الباور انبوت الدبليو نت يريده W dot، يعني هو W الشغل بس W dot راح يصير عندي power زين لأنه ويا زمن، ويريد من قايل لي isentropic efficiency of compressor، واني راح اعتبر isentropic efficiency يعني اعتبر احنا efficiency مالت الكمبرسر وcoefficient of performance للrefrigerator كفاءة الأداء للrefrigerator زين. هسه هنا انا حقيقة ما دخلت بمواضيع الايزنتروبيك افشنسي لان اكو قوانين لازم تطبقوها، بس احنا نقدر ناخذ كفاءة الاداء العادية لان الحقيقة وقتنا صار كلش ضيق. الفريجريتر اوبريتنج فيبر كومبريشن سايكل از كونسيدرد، عندي هنا راح يصير عندي كفاءة الاداء، راح نبدي نحل السؤال نشوف الرسم ايضا نرسمه، بس هذا واقعي المثالي، هذا الواقعي يكون مائل شويه يكون هيك مائل، مثالي كان عدل زين.
فنشوف هنا هم نرسم الجهازين، يعني جهاز نرسمه سكيماتيك ونرسمه هذا الشكل بين T والS. راح أطلع عد الضغط درجة حرارة مطينها قيمة ال H، والضغط درجة حرارة مطينها بنقطة 2 اللي هي شو تمثل لي قيمة ال H2، الضغط ودرجة الحرارة مطينها بالنقطة رقم 3. ما قال لي الضغط متساوي، احنا قبلها اعتبرناه متساوي، كان P2 نفس P3 بس هو انطاني في اللي هذا، يعني ما راح اعتبره متساوي. فطلعت عند الضغط ودرجة الحرارة 3 ايضا مطيني اياها، قدرت اوجد ال H3 بما انه عندي دا يصير expansion valve صمام خنق، فلهذا ال H3 نفس ال H4 اللي هو الثروتلينج صار بي، فراح اطلعه. مع لها الاساس من عرفت هاي الارقام ذاك الوقت راح اقدر اوجد قيمة ال QL اللي هي بين ال H3 وال H1 وال H4 زين، وبالدوت مضروب بال M دوت اللي هو منطيني الماس فلوريت، وال W net ايضا بين من بين الواحد والاثنين ايضا منطيني اياهم زين. وكفاءة الاداء انا انفو هذا السؤال يعني بكفاءة الاداء مالت ال isentropic efficiency اللي منطيتك اياه زين، بس اخذ كفاءة الاداء مالت الانثالبي، كفاءة الاداء مالت الريفريجريشن سايكل تحل بالطريقة العادية اللي هي ايش تتمثل، تتمثل بالـ QL على W net. نحل السؤال وشكرا.